مدرب المهارات معاذ الشحمة فيديو جديد بعنوان تقنية فلتر. شو هو فلتر؟ عن شو رح نتكلم خلال هذا الفيديو؟ تقنية فلتر هي تقنية اخترعتها جوجل، هي كروس بلاتفورم، بمعنى انه ون كود، كود واحد برمجي بتقدر تبرمج فيه منصات مختلفة. رح نشرح شوي خلال هذا الفيديو بشكل سريع عن فلتر، شو هي فلتر، شو لغة البرمجة تبع فلتر اللي هي الدارت، وشوية أمثلة على التطبيقات اللي بتقدر تعملها عن طريق فلتر. فلتر تقنية عملتها جوجل، شركة جوجل اللي معروفة بالتقنية. جوجل عملت فلتر كتقنية بحيث انها شو، انت بتبرمج كود واحد، بتقدر تبرمج هذا الكود بيعمل لك تطبيق اندرويد وكذلك تطبيق اي او اس، وايضا اليوم مع الاصدار فلتر 2 اللي نزل بشهر 3 يمكن 12/3 او بعد شوي، يعني نزل حديثا اصدار فلتر 2، ايضا دعم الويب، نفس الكود بتقدر تعمل فيه تطبيق اندرويد وتطبيق اي او اس ابل وكمان تطبيق ويب. فهي الميزة اللي عملتها فلتر. طبعا في كثير امثلة بتعمل نفس الكروس بلاتفورم، نفس التقنية، وانما اقل من فلتر، مثل اكزامرين تبع المايكروسوفت وغيره، في امثلة كثير، رياكت نيتف تبع الفيسبوك وغيره، في امثلة كثير بتعمل نفس العملية اللي هي انك بتعمل كود واحد بيعطيك تطبيقات مختلفة لمنصات مختلفة. فلتر عندك هون طبعا بدأت بالموبايل، واليوم صارت الويب والديسكتوب كمان لنفس الكود. تقنية عملتها جوجل مثل ما قلنا. طبعا اذا بدك ترجع لواجهات المستخدم، تصميم الواجهات UX UI، في فيديو نشرته سابقا بقناتي بعنوان XD في 15 دقيقة. برنامج ادوبي XD هو بيعطيك يعني اداة مهمة لتصميم واجهات المستخدم. بقول لك انه الفلتر تطوير سريع، في عندك الهوت ريلود هاي اللي موجودة بتقنية فلتر، وايضا هوت ريستارت، يعني بمجرد ما تعدل تضغط الهوت ريلود هاي مباشرة بعدل لك بقيد التطوير. ايضا ميزات فلتر اكسبرسيف بيوتيفول يو ايز، واجهات مستخدم جميلة. طبعا في عندك الماتيريال ديزاين تبعت جوجل يلي هي معروفة بالتصاميم الجذابة الاتراكتف ديزاينز. ايضا عندك نيتف بيرفورمانس، اداء النيتف يعني مش هايبرد على عكس الايونيك وغيره من التقنيات اللي بتعطيك تطبيق هايبرد اداؤه ما راح يكون مثل النيتف. هون فلتر بتعطيك اداء نيتف. ايضا عندك مكتبة مطورين، مجموعة مطورين او كوميونيتي، مجتمع للفلتر كونته خلال سنتين، لانه هي اول اصدار صدر لفلتر سنة 2018، وتخيل كمية الكوميونيتي اللي كونتها خلال هدول السنتين، 3 سنين ما صار لها كتقنية عملت كل الكوميونيتي، كوميونيتي ضخمة من المطورين. بتضغط على يوتيوب او جوجل، مجرد ما تضغط فلتر بيطلع لك الاف الفيديوهات التعليمية والمقالات الموجودة على الانترنت. مين بيستخدم فلتر؟ طبعا في عندك تطبيقات ضخمة مبنية بفلتر، مثال علي بابا، سكوير، اي باي تبع الجوجل، بي ام دبليو، كابيتال ون، وامثلة كثير مشغولة بفلتر. بيقولوا لك الاخبار انه نازل فلتر 2 اللي هو بيدعم الويب ستيبل مستقر. طبعا تنصيب الفلتر بسيط جدا، بتحمل مكتبة الفلتر، عندك ويندوز، ماكنتوش، لينكس، كروم، يو اكس. مثال الويندوز، وتحدث المسار، باب ديف. الدارت، شو هي لغة الدارت البرمجية؟ اذا تكلمنا عن تقنية فلتر اللي هي بتحول لغة الدارت للمنصات الثانية سواء اندرويد او اي او اس. اندرويد عندك لغتين هن النيتف، انت بتختار عن طريق تقنية فلتر شو اللغة اللي بدك اياها، هل هي جافا ولا كوتلين. طبعا نشرت دورة كاملة بالجافا
بقوائم التشغيل بتقدر ترجع لها مشروع فيها الجافا بشكل مفصل. الكتلة نفس الجافا ولكن متطورة بشكل أكبر شوي. الدارت فيها الجافا والكوتلين ومتطورة أيضا أكثر. الدارت فيها البرمجة غير التزامنية Asynchronous Programming، وهذا اللي تميزت فيه كلغة برمجية حديثة. أيضا عندك اللي هي Await Async. عندك كمان الدارت بتقدر تحولها عن طريق فلتر إلى تطبيقات الأيو إس اللي هي لغات النيتف تبع الأيو إس اللي معروفة ما في غيرها Objective-C أو Swift. عن طريق فلتر تختار اللغة اللي بدك تحول لها الكود نيتف. طبعا في عندك بالمكتبات بالدارت مكتبات ويدجتس، الفلتر بتعامل كويدجتس، يعني اي مطور عبر العالم بيطور تقنية بسميها ويدجت بينشرها على الببديف بتقدر تلاقيها هون بكل سهولة، وبتقدر تستدعيها بتطبيقك. هاي ميزة الفلتر انه بيشتغل بالوجت. طبعا كمان في نظريات كثير بتنظيم الكود تبع فلتر، الستيت مانجمنت، وفي نظريات مشهورة جدا بفلتر يلي هي بلوك باترن، اكثر شيء بحبها مطورين فلتر يلي هي بلوك باترن وغيره، بزنس لوجيك كومبوننتس وغيرها من النظريات اللي بيستفيد منها المطورين بتسريع سرعة ويخلي سرعة التطبيق سريعة عنده جدا. ايضا كمان عندك البوب ديف، هاي مكتبة الملحقات مثل ما تقول او كل شيء تقنيات، يعني مثلا ايمج بيكر هذا بيلتقط لك الصور، مثلا عندك الايمج بيكر، ومجرد ما تضغط اي تقنية بدك اياها بتلاقي عشرات الاشخاص ناشرينها وعاطينك تقييم لكل مكتبة بتقدر تستخدمها بتطبيقك بمجرد هذا الكود طبعا تبع الايمج بيكر، بمجرد انك تعمل انستولينج بتجيب الديبندنسي. طبعا هذا الكلام كله خلال التطبيق، بتجيب الديبندنسي وبتقول له جيت ديبندنسي، بعدين بتعمل امبورت للمكتب الباكج هاي وبيشتغل عندك الايمج بيكر او غيره اي تقنية بدك اياها موجودة بالبوب ديف. كمان عندك لغة البرمجة دارت، ابني اليوزر انترفيس تبعك للعمر مع الدارت فيرتشوال ماشينز والريلود انستانس هات ريلود، هذا سرعة التطوير. عندك الدارت لغة برمجية منتجة تطوير منتج، ايضا واجهات مستخدم محسنة، وايضا سرعة على كل المنصات. شايف هاي لغة الدارت سنيبتس من الكود. طبعا اذا انت بتعرف باي لغة برمجة سواء الجافا الكوتلين سويفت او الاوبجكتيف سي راح تكون فاميليار جدا مع الدارت. ايضا كمان في طبعا في راح يكون عندك البرمجه غير التزامنيه اللي هي اسينك اويت، هاي الامور شوي زياده عن لغات البرمجه الثانيه، هي هاي اللي فرقت فيها الدارت، وانما راح تكون لغه برمجه سهله جدا للتعلم. ايضا عندك شايفون بيعطيك الملاحظات خلال تطوير البرنامج، بيقول لك السترينج النص ما ممكن تعطيه لانتجر، وايضا عندك ملاحظات لتسمية الاسماء كمان، ايضا سريع على كل المنصات. شايف سرعة التحميل 0.22 جزء من الثانية. اذا هاي لمحة عن لغة الدارت. كمان في عندك وين بتطور الفلتر، برنامج الفلتر. اذا تكلمنا اول شيء شو هي الفلتر، شو هي اللغة البرمجية المستخدمة بفلتر اللي هي الدارت، تكلمنا كمان عن الدارت، وتكلمنا في عندك مكتبة ضخمة جدا من الباكجات او الويدجتس اللي بتتعامل فيها فلتر اللي هي البوب ديف. اي شيء بدك اياه بتبحث بالبوب ديف بتلاقيه. كمان عندك طرق تطوير او شو هو الكومبايلر المنفذ لفلتر كتقنية، شلون انت بتطور تطبيقك. طبعا اتفقنا نحن كود واحد سواء طورته على الاندرويد ستوديو او الاكس كود، تقدر تصدر ابل تطبيق اي او اس او تطبيق اندرويد. طبعا اندرويد ستوديو
معروف جدا مشهور بتطوير تطبيقات الأندرويد. طبعا فيه مشاكل كثير، بيعلق وبيهنق، ولكن يعني جيد جدا، جيد نوعا ما. بعض المبرمجين بيستخدموا الـ VS Code نيابة عن الأندرويد ستوديو، ولكن وإنما بشكل عام الأندرويد ستوديو بيأدي الغرض. كمان عندي هذا الأندرويد ستوديو، طبعا موقعه، خلال موقعه بتقدر تعمل له تنصيب، وتنصيبه بسيط جدا، بتحمله للويندوز وبتتبع الخطوات وبتبرمج خلاله. كومبايلر منفذ بيعطيك كونسول، بيعطيك ملاحظات، بيعطيك تحليل لأداء التطبيق. طبعا بعد ما تحمل الأندرويد ستوديو بتحمل له تقنية فلتر كإضافات. بس حملت تقنية فلتر بيشتغل عندك فلتر نظامي. كمان في ناس بتستخدم الإكس كود لتطوير البرمجيات. الإكس كود للأبل أو ماكنتوش، عن طريقه بتقدر تطور تطبيقات سويفت أو أوبجكتيف سي للأبل. وإنما أيضا مع تقنية فلتر أنت صرت تستخدمه كتطوير تطبيقات أندرويد بالإضافة للأبل. نفس الكود بتعمل له بيلد وبتقدر تصدر تطبيق أندرويد وأبل بنفس الوقت ونفس الكود. طبعا شايف عندك سويفت واجهة المستخدم. إذا عندك برنامجين رئيسيين لتطوير الكود أو الكومبايل تنفيذ الكود تبع الفلتر، أي واحد منهم تستخدمه. طبعا في إشكالية، بعض المطورين بيلاقوها أنه لما يطور مثلا على الأندرويد بده يصدر الأيو إس، لازم تشغل الكود تبع الأندرويد تشيله وتحطه على جهاز ماكنتوش. أما في بعض المبرمجين، طبعا أنا ناشر فيديو من زمان شلون تعمل فيرشوال ماشين بتشغل ماكنتوش على جهاز ويندوز، وإنما الأفضل أنك يكون عندك جهاز ماكنتوش وجهاز ويندوز وتعمل تصدير فقط بعد ما تنتهي من الكود وتطوير التطبيق، تعمل له تصدير سواء بدك اندرويد او iOS. واليوم كمان مع الفلتر 2 ستيبل الويب، صرت تقدر تصدره كمان كويب سايت مباشرة، ملفات HTML جافا سكريبت CSS كل هاي الامور تكلمنا عنها بدورات مستقلة كاملة بقوائم التشغيل بتقدر ترجع لها. اذا هذا كان فيديو عن تقنية فلتر تطوير تطبيقات الجوال، وايضا اليوم مع فلتر 2 صرت تدعم تطبيقات الويب كمان. اذا هاي كانت تقنية فلتر. كان معكم مدرب المهارات معاذ الشحمه.